أيضا لكل اللي انضم لمتابعة برنامج في حدث المساء. وما لازم وصلنا يمكن لفقرتنا الأخيرة، ولكن الفقرة الأخيرة في يعني فقرة جميلة جدا لطيفة حتكون. جدا، حتى تحت الهواء تونسنا فيها نعم، مع الضيف. الفقرة دي يمكن أن احنا يمكن السودان بيتميز بالعديد من الثقافات المختلفة، وأيضا العادات والتقاليد المختلفة، وأيضا القبائل المختلفة. نحن حنسلط الضوء يمكن يا ملاد عن الفور وقبيلة الكنجارة، بهذا اللفظ الكنجارة حنسلط الضوء على هذه القبيلة. قبيلة الفور بتنحدر، عموما نعم وقبيلة الكنجارة تحديدا، بتنحدر منها الكنجارة. الكنجارة وعدد من القبائل. لأننا حنتعرف أكثر عن قبيلة الكنجارة، لكن حنتحدث أول حاجة عن الفور مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ الأمين آدم عبد الله. أهلا وسهلا بكم، منورنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، وكل سنة وأنتم طيبين. وانت طيب، ومرحب بقناة البلد. اهلا بك، نورتنا. بداية كده استاذ الامين، حدثنا عن الفور، و حنتكلم ايضا عن قبيلة الكنجارة، لماذا سميت بهذا الاسم، والعديد ايضا عن تقاليدكم وعن الحياة هناك ايضا. طيب، عندنا قبيلة الفور قبيلة اريدة موجودون في دارفور. ف قبيلة الفور ينقسم لقبائل كذلك، يعني عندنا قبيلة كنجارة، وبرضه عندنا قبيلة الكيرة، وعندنا قبيلة التنجر. طيب، لو قلنا قبيلة كنجارة، كنجارة هي خشبة يتكون، يعني زي مثلا طوله بيكون 3 أمتار أو 2.5 متر. فالخشبة دي بكون مخوص فوق، بكون مخوص. نعم. طيب، الخشبة دي بيستخدمها زي مثلا في الرعاء، بيستخدمها زي في الشجر يكون فيها ثمار فوق. يقطفوا بها الثمار. أيوة. نعم. فالخشبة المخوص دي يمسكوا بها الشجر فوق ويحطوا بها الشجر عشان عشان الثمار تنزل تحت. نعم. عشان الغنم والبقر يلقطوا من الثمار. نعم. استاذ الامين، طبعا كلنا عارفين قبيله الفور، يعني ما في زول فينا ما بيعرف انه في قبيله اسمها الفور. اول مره نعرف انه في قبائل، يعني في مسميات ثانيه بتنحدر منها القبيله. الاختلاف شنو بين الاسماء دي، الكنجاره وغيرها؟ طيب، ما في اختلاف كثير. ما في اختلاف كثير، يعني عندنا قبيله كنجاره وقبيله الكيرة وقبيلة التنجر، يعني بيناتهم ما في اختلاف كثير، بس الاختلاف في العادات والتقاليد. عادات والتقاليد بسيطة. الخلى انه الاسماء دي تنحدر من الفور شنو مكان، ممكن كلهم تحت لواء قبيلة الفور وخلاص. الخلى انه المختلف بيناتهم شنو، عاداتكم تقاليدكم شكل الحياة، في شنو مختلف خلى انه في مسميات مختلفة؟ ايوه نعم، العادات والتقاليد. نعم عندنا العادات والتقاليد. يعني زي مثلا في الثلاثة قبائل اللي هو في قبيلة فور، اللي هي قبيلة فور تنقسم لثلاثة قبائل. من الثلاثة دي عندنا عادات وتقاليد مختلفة. نعم. زي شنو؟ نعم، هو انت ذكرت انه في 3 قبائل، اللي الكنجارة وشنو تاني؟ الكيرة. والكيرة. والتنجر. والتنجر. ايوه. والتنجر، يعني كل قبيلة عندها عادات وتقاليد مختلفة. طيب، احنا حابين ان احنا نشوف ابرز كل الحاجات. ايوه، كل قبيلة عادات وتقاليدها بتختلف. نحن في كنجارة عندنا، يعني زي مثلا في 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 الزواج، في الزواج عندنا الهدايا مثلا. في ليلة الزواج الأهل يجتمعون في بيت الزواج. يعني شنو؟ يعني شنو المصطلح ذاته؟ أيوة، يعني طيب، الهدايا هي حجار يتكون 3 حجار مثلا. نعم، 3 حجار يطبخوا فيها. أيوة، الـ3 حجار بكون موجودة في الوطن. بيجيبوا حطب، يولوا النار في النص كده. ايوه، في النص. فيجيبوا الحله كويس، نويه الطبخ اللي بدارين يطبخوا، يحطوا في الـ3 حجار دي. فالـ3 حجار دي يعني عندنا اسم الهدايا. يعني لو انا جيت لقيت 3 حجار معناته من قبيله الكنجاره. ايوه. لو لقيت حله فوق 3 حجاره دي لقبيله الكنجاره. أيوة. أيوة. اذا في القبيله التنجر مثلا. أيوة. كيف طيب بيتميزوا بشنو؟ طيب، نعم، التنجر برضو عندهم
برضو نفس الطريقة لكن الاختلاف ان احنا عندنا في المأكولات ايوه يعني الاختلاف عندنا شنو في المأكولات ايوه نعم في طبخ المأكولات نعم نعم ايضا يعني بيختلفوا ايضا في الحكامات القبائل ديلا في السلاطين والعمد وايضا وما الى ذلك برضو ما في اختلاف كثير يعني عندنا في أغلبية القبائل عندنا الحكمة نعم. اللي هو المشايخ و... والعمد نعم المشايخ والعمد نعم. نعم إذا أنا عاوز أعرف قبيلة هذه القبيلة مثلا بتتميز بحاجة معينة سمات شنو أنا عشان أقدر أنا أفرق مثلا القبيلة دي قبيلة الكنجارة القبيلة دي قبيلة التنجر وكذا يعني أنا كيف أنا أعرف أني مثلا أنا كضيف جيت عندكم فكيف أعرف ما أفرق ما بين القبيلتين ما حتقدر تفرق وطيب لماذا يعني كان للمسميات المختلفة أي مكان طيب. كلها الفور أيوه مفترض يكون كلها فور لكن أيوه لا لكن دي حسي دي تمام من المعلومات اللي أي زول ما عنده فأنت إذا جيت نظيف ما حتقدر تفرق بين الكنجارة والتنجر والكيرة والكيرة ولكن أنتم بتقدروا تفرقوا بين الحاجة دي عندكم يعني أنا تاني برجع أسأل الناس عندكم اختلاف مثلا حتى في 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 الشكل عندكم اختلاف في اللبس مثلا عن كل قبيله برضو ما في اختلاف لا في حتى في اللبس ما في اختلاف نفس أيوة نفس كده أيوة ونفس عادات الزواج أيوة وما الى ذلك يعني هناك بس اختلاف في في الاسماء فقط أيوة يعني نعم اختلاف طيب الأسماء. متزوجين عندكم تزاوج مع بعض من القبائل دي ولا نعم متزوجين مع بعض متداخلين مع بعض ولا كل قبيله بتتزوج بس من قبيلتها فقط ابدا كلنا متزوجين مع بعض نعم يعني طيب التسميات دي حديثة جات هسة ولا من زمان انتو لا التسميات دي من زمان لكن من زمان موجودة لكن حسي بدأت تتخلى يعني الأجيال الجديدة دي أيوة بدأت تتخلى بقت القبائل تندمج مع بعض أيوة أكثر أيوة تحت لواء مظلة الفور يعني أيوة نعم حدثنا عن شكل الزواج هناك كيف في 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 قبيلتكم هناك والحاجات الحاجات اللي بتجمعكم كيف شكل العادات عاداتكم وتقاليدكم كيف طيب الزواج احنا هناك طبعا في اختلاف كبير بين زواجنا هناك وهنا نعم فاحنا طبعا هناك عايشين في القرى فالناس طبعا بدعوا الناس انه يعني زي مثلا بعد اسبوع في مناسبه حق فلان الفلان فلما ياتي اليوم الناس كلها تتلم وفي في في المنطقه ولا هي في نفس البيت فيقيم الزواج اللي هو الزواج نفس القواعد اللي هنا احنا يعني ما بكون في فرق كثير لكن في التعامل بكون في فرق يعني زي مثلا المازون يعني المازون اللي هناك ومازون اللي هنا يعني ما في اختلاف كثير برضو الناس هناك بيتمسكوا بكل الحاجات الدينيه كل الحاجات الدينيه بيتمسكوا بها نعم اذا يمكن العريس او الزوج لو لما يعني مثلا يتقدم لوحده لازم مثلا يكون حافظ القران مثلا ما شرط يكون حافظ القران لكن في نفس الليله الدخله لازم يكون في شيخ وعندنا سوره ياسين ده أساسي في ليلة الدخلة ومشيخ مشايخ مجموعة من الشباب يقعدوا يتلوا آية سورة ياسين وبكون في فاتحة وكده بكون خلاص نعم سألناك عن اسم أيضا قبيلة الكنجارة وذكرت أنه هي الخشبة المقوسة أيوة. اللي أنت بتقطفوا بها الثمار عشان مثلا الحيوانات مثلا تأكل لكن ما سألنا نحن عن التنجر والكيرة التنجر معناته شنو كلمة التنجر عندكم التنجر تنجر طيب التنجر التنجر برضو جزء من قبيلة الفور نعم فقط ان هي جزء من قبيله أيوة. الفور طيب عندكم مصطلحات انتم بس بتذكروها لغه خاصه بكم ايوه نعم لا عندنا لغه الفور نعم. يعني كلنا لغه الفور. يعني الثلاث قبائل عندنا لغه واحده اللي هو اسمها لغه الفور نعم ما بتختلف القبيله من القبيله بلغه ثانيه ابدا اخر نفس اللغه ايضا نفس اللغه نعم يعني
تختلف تختلف المسميات. انا مع حسي انا قاعد اسالك عشان اشوف وجه الاختلاف ما بين كل قبيله وقبيله. يعني احنا ذكرنا يمكن ثلاثة قبائل، الكنجارة والتنجر والكيرة، ولكن لحد حس ما التمسنا اختلاف ما بين الثلاثة. يعني ذكرنا في انه حتى عادات والتقاليد متشابهة، ذكرنا في حتى المعايير اللي بتتم بها الزواج ايضا متشابهة. طيب شنو الاختلاف برضو ما طيب الاختلاف تاني انا هقول ما في اختلاف ما في اختلاف كثير يعني المسميات، بس الاختلاف في المسميات لكن في كل الحاجات حاجة واحدة. يعني نتكلم لغة واحدة، العادات والتقاليد واحدة. عندنا التنجر، التنجر التنجر هو قبيلة قديمة جدا يعني، وقبيلة عريقة برضو يمتدون من تشات لدارفور يعني يسكنون في في المناطق دي من تشات لأراضي دارفور عامة. نحن شاكر لك جدا أستاذ الأمين على الفقرة دي. إن شاء الله السودان كله يكون تحت لواء مسمى واحد ويكون تحت اسم واحد بس اسمه السودان بلمنا كلنا. شكرا لك شديد، كنا سعيدين بك جدا. وأنا مبسوط جدا بالقبائل دي، ويمكن أنا نفسي بعد أنا جيت أمشي أزور. أنا متأكد تماما أن أنا لو مشيت حمشي أشوف وجه الاختلاف ما بين هذه القبائل. شكرا لك جدا أستاذ الأمين، وشكرا لحضورك اليوم معنا في الاستديو. شكرا لك. اكيد ما لازم كنا نحن وصلنا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. لسه عندنا فقره بسيطه جدا، بس خلينا نطلع فاصل واكيد راجعين نواصل معكم.